اتسم أداء الدولة في إدارة ملف علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي بسرعة الاستجابة، حيث لم تستغرق مصر كثيرا للتحرك في الملف منذ تعالت مناشدات الأهالي لتوفير العلاج لذويهم. وخرجت للنور في يوليو عام 2021 المبادرة الرئاسية لعلاج المصابين بهذا المرض، ويحتفل العالم في 7 سبتمبر كل عام باليوم العالمي للتوعية بمرض ضمور العضلات.